هذا وتعمل مملكة البحرين بشكل متواصل على تشجيع الصناعات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية. مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية. بهدف وصول الصناعات الوطنية إلى الأسواق العالمية، أطلقت مملكة البحرين العديد من المبادرات التي تسعى من خلالها إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة في المشهد الاقتصادي. ففي نوفمبر عام 2018، تم إطلاق مبادرة صادرات البحرين كأول مبادرة وطنية مختصة بتطوير التصدير ودعم المنتجات والخدمات الوطنية لجعلها عالمية، وذلك من خلال دعم توسعة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترويج وتسريع معدلات نمو الصادرات البحرينية وتمكين المصدرين من ترسيخ مكانتهم على الخارطة التجارية العالمية بدخولهم أسواق تصدير ذات معدلات نمو عالية. وفي عام 2020 تم الإعلان عن مبادرة صنع في البحرين، بغية الترويج للمنتج المحلي بالدرجة الأولى في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. مملكة البحرين تمضي قدماً في وضع بصمتها الخاصة في الأسواق العالمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز استراتيجي عالمي للتصدير وشريك تجاري عالمي رائد.